السلام عليكم وأهلا بكم. عشر العاشر بدون صالح جروت رسميا في جزئه الثالث، والممثل القدير يتحدث عن كل شيء في إذاعة جيل فام. متابعة طيبة. لينا لا ديستونس خاطرنا محتاجين باش نتقربوا لبعضنا بعض. ماشي دوك بصح ان شاء الله احنا نتمناوها هذه يعني على قريب ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله ان شاء الله. وتبارك الله فيك على العرض. انت اللي يعطيك الصحه خاطر يعني شرفنا بحضورك اليوم، يعني ماشي سي با تو لي جور يعني اللي نلقاوك هكذاك اللي تجوز معنا في لا راديو ولا في لا تيليفزيون. عندك بزاف ما تجوش في لا تيليفزيون والوغ لا في لا راديو صافي لونتون، وراك حاضر معنا اليوم خاطر لي زوديتور بزاف طلبوني وانا يسمعوني كل يوم وقالوا لي باللي راهو خاص فيها انسان لازم جيبونا ولازم نسمعوا منه ولازم نسقسوا عليه واش راه. والله الحمد لله. وحتى انا ثانيك يعني سمعت كثير الهضره من عبتك تعرف الناس كيجي ويسقسيوك بعض الامور وكلش، يعني كانت اليوم هذا الوجود تاعي هنا كان لابد منه يعني باش نحيوا هذا المشكل اللي يبقى في اذهان الناس، لخاطر على بالك كي تولي الهضره بزاف الهضره راهي فيها الصحيح وفيها الكذب، ما لازم الانسان حتى يحقق. يعني اليوم ان شاء الله راحين نقولوا الحقيقه اللي المره اللي راهي كاينه ونتهناو ان شاء الله. بيان سور هذه حاجه باينه. صالح بزاف لي زوديتور كيما على بالك، واليوم ديجا 021 69 27 27 كاين بزاف اللي حيعيطوا لنا وراح يطرحوا لك اسئله وراح يسقسوا عليك. دونك تقدروا تعيطوا لنا 021 69 27 27 تقدروا تسقسوا على الفنان القدير تاعنا صالح وقروت اللي راه حاضر معنا على المباشر. يعني نسم الحشيتي اكزاكتومون نسم الحشيتي، وكانت من قبل نسم الحشيتي اسم الحشيتي ما شاركتش فيها لانه هذاك العام انا رحت عمره راني شافي، ولكن كنت خدمت تشحام من قبل مع حكيم ذكار وما شاركتش، ما كانش عندي الفرصه اني نشارك مع جعفر قاسم في نسم الحشيتي لانه غبت هذاك العام. لكن نسم الحشيتي 2 خدمنا مع بعض راني شافي، درنا يعني لا تشفى مليح هذاك الوقت، درنا بزاف الوان في يعني شغل دخلنا تقريبا في لي نوفو مونستر يعني لو ستيل دو دينوريزي. وي سي تي ديبي تاع نوفال اير تاع فلا تيليفزيون. قوس قزح سالاد دو فروي، سالاد دو فروي تاع مسلسل يعني سوايلي لا تشفا لعبنا مصريين لعبنا بيرات لعبنا، يعني كانت فيها عده الوان لهذاك الوقت. الا تشفا كان الفينك اللي كي نقولوها بالجزيريه رمصنا كاع لي فينك هذاك لي فينك دوغي هذاك. يعني كان هذاك اول لقاء معايا مع جعفر قاسم المخرج جعفر قاسم اللي نحييه بالمناسبة في نسم الحشيتي. نسم الحشيتي 2003 بالضبط راني شافي. لا سويت نعرفوها جمعي فاميلي تاني تان غون سوكسي اكسيتيرا ابخي جا السلطان عاشور العاشر. سلطان عاشور العاشر كان هو الاخير على كل حال. من قبل كاين بوزيد دايسناني اللي ربما تنسيتو. يعني شوف تقريبا كل اعمال اللي خدمتها مع الاخ جعفر قاسم كانت كلها ناجحه كلها، وهذه يعني على بالنا بها يعني بكل تواضع على كل حال. بيان سور مي على فا جاء عاشور العاشر اللي نال اعجاب كبير، يعني الشعب الجزائري عجبو بزاف اكسيتيرا، الناس راك شفت في انترنت لي جون سي سيتي ان سوكسي كولوسال. نعاود نولو دوك صالح لا كيسيون راهي تدور بزاف ولا من الناس بزاف راهم يسقسوا عليك، وكاين بزاف الناس راهم يسيو يعيطوا لنا 021 69 27 27 وكيحكوا معاك، مي بيان افون لازم تفهمنا واش كاين. دونك الحكايه راهي تقول باللي صالح وقروت انسحب من مشروع تاع 10 10 الجزء الثالث، قال لك ديرنيير مينوت تسمى قبل التورناج انسحب وقال لك كاين مشكل بينك وبين المخرج جعفر قاسم. سؤال هذا اسكو تكونفيرمي هذه لي حقيقه، يعني هي ما كاش كيما الحقيقه، والانسان من المفروض يعني الحقيقه هي اللي توصل والكذب ما يوصلش. يعني والله اقسم بالله العلي العظيم جبريل بالك ربما هذه اول مره اللي راني حلفت في المباشر في الاذاعه. ما عندي حتى مشكل مع جعفر قاسم، يعني بالعكس جعفر قاسم نقدر نعتبره أخ، نقدر نعتبره صديق، نقدر نعتبره يعني كاين علاقة بيناتنا أولا علاقة صحيحة وعلاقة محترمة جدا. يعني كاين واحد العلاقة بيناتنا كما نقولوها بالجزيرية، كاين واحد القدر بيناتنا قدر كبير. يعني جعفر قاسم بقات علاقتي معك كانها علاقه عائليه في الحقيقه. كي شغل كيما نقولوا احنا وليد عمك ولا وليد خالك يعني ماناش متداصرين.
يعني بقات العلاقة بين، وهذا هو السر اللي كان تاع النجاح تاعنا، لأنه كان واحد الاحترام كبير بيناتنا. وجامي صرا بروبليم، يعني ملي بدينا من 2003 10 نقول لك تاع ما بالك 18 سنة ولا 17 سنة عمرنا ما كان عندنا مشكل. وقت بقى قضية الناس كيفاش يربطوا لك المشكل نتاع كيما نقولوا حنايا في بالنسبة للعاشر العاشر باللي كاين مشكل، منين راهم رايحين يتجبدوا هما يعني الفكرة هذه تاع هذا المشكل منين؟ قال لك صالح ما حبش يخدم في عاشر. لا لا خلينا هذيك حاجة أخرى، هذيك تولي ماشي معناتها كاين مشكل مع جعفر. هذيك لا لا تولي ما حبش يخدم، هي كاينة قضية أخرى اللي لازم نفسروها. جعفر قاسم في الحقيقة حنايا كانت الموافقة بين باللي أنا اللي راح نكون عاشر العاشر، فوكي لا عاشر العاشر واحد وعاشر العاشر اثنين عاشر العاشر ثلاثة، طبعا الدور الرئيسي يعني البطولة راح تكون ليا طبعا، هذه يعني بلا ما الإنسان يعني يدير عليها تعبير كبير. المشكلة أنه احنا تلاقينا على كل حال أنا والأخ جعفر قاسم ودرنا جلسة أنا وياه وفطرنا كيف كيف ما كان لها نعطيكم المانية، فطرنا كيف كيف وقعدنا وقصرنا، لكن جعفر حكى لي فقط يعني هو على كل حال على الجزء الثالث، يعني كانت عبارة عن حكاية حكى لي أعطاني كي بحال يعني خلاصة على الأحداث اللي راح تمر في السلسلة الجديدة هذه تاع عشر العشر الثالث. يعني في الحقيقة كانت جلسة مطولة، معناتها ما يقدرش يعطيني لي ديتاي طبعا، يعطاني يعني يعطاني كما نقولوا احنا رؤوس أقلام تاع تاع السلسلة. في الحقيقة أنا من خلال هذوك رؤوس الأقلام استنتجت شفت باللي يعني بنت لي شغل الاتجاه يعني اللي اختاروا في الجزء الثالث الأخ جعفر قاسم، بان لي الاتجاه شوية خارج يعني على السياق تاعو اللي كيفاش كان من قبل، يعني معناتها كي بحال شوية جينيت في الحقيقة، يعني هذه ما أنا ما بينتهاش يعني مباشرة، هذه كانت في خاطري لما سمعت الكلام تاعو، يعني خذيت يعني الخلاصة تاع الكلام تاعو استنتجت باللي يعني عاشور الثالث شفتو باللي خرج شوية على السياق تاعو، وكذلك حتى الشخصية تاع عاشور العاشر ما عرفتهاش. شغل عاشور العاشر تبدل، شغل انت ماجيني واحد كان يلعب بالعشرة ومن بعد صار روحي يلعب دو وانا ما نعرفش نلعب في لا ديفونس. معناتها كي شغل شعرت باللي عاشور هذا اللي خرج يعني من فم الاخ جعفر قاسم شفتو كي بحال ما عرفتوش. وخفت باش نقول ايه يعني مباشره ثم، يعني خفت علاش؟ لانه هذاك الشخصيه تاع عاشور اللي سمعتها حسيت باللي ماشي ما نقدرش نلعبها، لاني ما حسيتهاش. انا لازم لي حاجه لما نحسها باش نقدر نلعبها الحاجه اللي ما حسيتهاش منه. وهذه ماشي غير مع الاخ جعفر قاسم، يعني تقريبا نقول لك مع كل مخرج اللي تعاملت معاه نتعامل معاه هكذا، حاجه تعجبني ونحس لها ومرتاح ونعرف باللي راح نزيد لها اضافات ونزيد نعطي لها الالوان نلعبها، بصح اذا كانت حاجه ما حسيت لهاش ما نلعبهاش. علاش؟ لانه نولي ما نعرفش نلعب. شغل ما نحسهاش ما نقدر، وانا نلعب بالاحساس. ما لوش صرا قلت انا ربما يعني ممكن غلط، ممكن اني غلط، لانه على حسب ما سمعت الهضره بك يعني ما مش عندي لي ديباي، قلت ممكن نزيد نصبر تفهمنا. قلت له يا جعفر، قلت له ماذا بيك تبعث لي السيناريو؟ بيان سور سي تري امبورطون كو الكوميديان يقرا السيناريو طبعا، هذه يعني هذه عالميه هذه يعني. قلت له ماذا بيك تبعث لي السيناريو؟ قلت له انا لما نقرا السيناريو باش تكون عندك اخر كلمه، هذيك شغل كيما نقولوا حنايا راجل يهضر مع راجل. قلت له يعني لما نقرا السيناريو اذا كانت الموافقه باش تكون ايه مرحبا نتكلوا على الله باش نديروا هذا العمل، واذا كان ربما انا يعني نعرف روحي بلي مانيش راح نعطي ان بلوس اللي يقدر الدور هذا اي واحد يلعبه، يعني من الاحسن ننسحب. هذه الهضره اللي نحكي لك عندها اكثر من 3 اشهر. توافقنا باش يكون السيناريو، ويعني بالحرف الواحد قال لي صالح ما كاينش مشكل تايا روح للدار اني نبعث لك السيناريو باك ماذا بيا تقراه لو بلي فيت بوسيبل، خاطرش كان شويه مشغول راك تعرف مع لي ديكور. الان عليك اليومين هذا باش نزيد نحلف لك المره الثانيه، اقسم لك بالله العظيم ما لحقني سيناريو. قلت انا بالك ربما كي ما لحقني السيناريو معناتها القرار كان ربما عنده 3 اشهر باش جعفر خمم باللي باش ما نكونش انا في السلسله، لانه ما لحقني السيناريو. وانايا
كي ملحقني السيناريو ثاني القرار تاعي اني ما نقدرش نخدم بلا ما نقرا سيناريو، يعني المشكل بقى معلق. انا ما قريت السيناريو وهو ما بعث لي سيناريو. دوكا شوف انت كيفاش تفسر القضيه هذه. هذه ما كاش كيفاش هكا فهمني. يعني انا برك هنايا نوجه ثانيك يعني للمشاهد الجزائري، يعني رجعوا قال سمحوا لي في الحقيقه هذه ماشي معناتها جايه من عندي. للمشاهد الجزائري يعني رجعوا قال سمحوا لي في الحقيقه هذه ماشي معناتها جايه من عندي. زعما انا يا مانيش حاب نلعب في عاشور العاشر، خاطرش نقدروا نقولوا بلي كانوا حابين يمسحوا فيك الموس صراحه. هذه نقدروا نقولوها يعني، هذه نقدروا نقولوها. ما نعرف احنا ما نديروش قذف، ما نديروش قذف. انا نحكي لك واقع، هذا واقع. انايا في الحقيقه ما لحقنيش السيناريو وما نقدرش نلعب حاجه ما نقراهاش. خاص لابد الانسان لو كان تسيني تا كونترا بلا ما تقرا، يعني كما نقولوا قال كونفيونس مثلا تسيني وتروح. بصح من بعد في البلاطو راك راح تخلص فاتوره كبيره، لانك تولي بالك يجيوك امور اللي ممكن ما ترضاش بهم. بيان سور. فاذا كنت تفوت سيني ما تقدرش تقول لا لا ولا. مي من قبل الانسان يقرا كي ياخذ ديسيجن، قال مثلا نخدم يخدم، واذا خذ ديسيجن باش ما يخدمش ما يخدمش. وهذا ماشي معناتها ركينا عداوه بيني وبين جعفر، طبعا لا. يعني هذه قضيه اختلاف. بصح هذا الاختلاف هذا ما نقولوش باللي يعني العامل تاعو باللي ماهوش جيد، خاطرش ربما هو الاتجاه اللي خذاه الاخ جعفر قاسم. ثانيك من حقه انه يكتب ومن حقه ياخذ الاتجاه اللي يحبه، في الحقيقه حر. يعني ممكن يعني ممكن ممكن العمل هذا يقدر يكون خير من عاشور العاشر اثنين وخير من عاشور عاشر واحد. ثاني من مش يعني باش نصغروا طبعا، هذا برك وجهه نظر تاعي انا يعني شخصيا، يعني هذا موقف شخصي انا شخصيا. والله ما حسيت روحي في الشخصيه تاع عاشور العاشر الجديده هذه، يعني شتوك شغل براني عليا. ما لما حبيت نغامر باش نقدم عمل للشعب الجزائري وما نقدموش من قلبي، وشغل بالك ممكن ما ممكن بالك ما نكونش في المستوى، لانه نولي نستعمل اني نديرو في خاطر الشعب، وانا ماذا بيا نديرو انا راضي به ونزيد نديرو باش الشعب تاعنا يتمتع. ونتمنوا التوفيق على كل حال الجعفر قاسم باش العمل هذا يكون ان شاء الله جميل، ويكون جميل جدا. ونتمنوها لكل مخرج جزائري. احنا يتم رانا شويه خريجين عندنا في الجزائر، ماذا بينا كل واحد يدي حقه وكل واحد يتحسن في العمل تاعو باش نرفعوا المستوى الفني في الجزائر، ونولوا يعني ان شاء الله في العالميه وعلى الاقل. دونك صلاح قروت ما رفضش يلعب في عاشور العاشر؟ لا لا ما كانش رفض، يعني ما كانش رفض. كان تقريبا تقدر تقول سوء تفاهم. يعني ما لحقنيش السيناريو في الحقيقه، ما قريتش واش راح ندير. ما كانش كيف شهرين قبل التورناج لازم اومور كوميديان يكون عنده سيناريو اكثر من شهر. يا اكثر من شهر، واحد حوالي ثلاث اشهر ولا شويه اكثر من اللي افطرنا مع بعض وتحدثنا كما قلت لك. دونك نقدروا نقولوا باللي الحكايه تما اون جينيرال تاع الجزء الثالث تاع 10 على 10 يعني ما ساعدكش. ما ماشي ما ساعدنيش، تما كشغل تقدر تقول باللي دارها بيناتنا سيناريو. تسمى دوك ما يلا فوت لا تاعي لا تاع جعفر. والسيناريو السيناريو هو المشكل. دوك ما نعرف اسكو راهو مكتوب ولا موش مكتوب، والله ماني عارف. يعني هي كانت حوالي بالك ثلاث سنوات ملي راهم يكتبوا، وممكن بالك صرا دي شونجمون، والله ماني عارف. يعني انا يا شخصيا مانيش فاهم علاش السيناريو ما لحقنيش. يعني كاين عده امور في راسي ما نقدرش نذكرها هكذا، لكن لابال دوك راهي عند المخرج جعفر. يعني المخرج جعفر علاه ما بعثليش السيناريو؟ ما على بالناش. ما على بالناش. ما على بالناش. مي بون نقولوا ما على بالناش. ان توكا سي اون بيرت ديجا.